لكن جاءت المباراة الثانية مخيبة تماما لأمال عشاق الإفريقي. مخيب الأمال حقيقة. مباراة فاجأنا الناس الكل بهذا المردود الهزيل الذي قدمه الإفريقي مقارنة بالمردود الطيب والعطاء السخي لشبان النادي الإفريقي ضد فريق ضد أساك أبيجان في أبيجان. تبقى المفاجأة اللي خلينا نقولوا كل إنسان عنده رأيه أن التشكيلة اللي نزل بها فوزي البنزرتي كانت مغايرة تماما على مستوى الأدوار وعلى مستوى المراكز. خلينا نقولوا أن في لاعبين الذي حصل في الترجي التونسي ونجح فيه ضد الأهلي، أنا في لاعبين لعبوا ماهوش في الأدوار المعتادة نتاعهم والمراكز، نفس الشيء بالنسبة للنادي الإفريقي. نلقاو بلال العيفة اللي هو عادة ظهير أيمن يلعب في المحور، فيه لاعب جديد منتدب من شباب القيروانية في المحور الدفاعي يلعب لأول مرة هو اليعقوبي محمد اليعقوبي، ثم إشراك أليكسيس الذي كان غائبا ضد أساك أبيجان، والداوادي احنا كنا نتوقع ان ولماذا كلها بي يعني التبديلات الغير منطقيه كابتن كما تقول من المدير الفني البنزرتي فوزي البنزرتي؟ هي التبديلات اوكي، ولكن التبديلات خليها تكون معقوله. اذا الانسان يحب يغير لاعب بلاعب، يغير بدور بدور او مركز بمركز، ولا احنا نشوفوا بلال العيفه يلعب في محور الدفاع.